واحدة من أكثر الأماكن إثارة في منطقة حسمة بنيوم جدار الموت، وبسبب تميز هذه المنطقة أصبحت مركز جذب لهواة المغامرة وأيضا محبي الطبيعة الساحرة. رح نتعرف عليها أكثر في التقرير التالي مع زميلنا فهد الشمري، تابع. حيثما كان المكان المختلف يتجه شغفه إليه برفقة كاميرا الجوال لتوثيق ذلك المكان الذي يتميز بتضاريس مختلفة. مارشال يروي لنا قصة جدار الموت. والله سميته جدار الموت بهذا الاسم لأنه خطورة المكان، زي ما تشايف أخوي فهد من ناحية الارتفاع والإطلالة. والله أنصحهم خاصة للمبيت، يعني زي ما تشوف جمال المكان، لكن مع الأخذ الحيطة والحذر لسلامتهم، لأنه مكان زي ما تشوف خطير. الوقوف على حافة جدار الموت يجعلك تشاهد جبال حسمة من الأعلى، وكأنها سجادة حاكتها يد بدوية. والله جميع الفصول طبعا حتى وقت الصيف باردة، زي ما تشوف يعني تقريبا درجة الحرارة احنا وقت الصيف الحين 32-33 من حيث الارتفاع، ولا جميع الأوقات مناسبة. جبال حسمة تعتبر من أفضل الأماكن الطبيعية في نيوم لمحبي الرحلات والاقتراب من الطبيعة، حيث يبلغ ارتفاع جدار الموت 90 متر. شهر إيش أقول لك، يعني العشاق التمل والخل، وخاصة في وقت البدر اللي هو يوم 15 نصف الشهر تكون أجواء مناسبة الصراحة. والله أنصحهم خاصة للمبيت، يعني زي ما تشوف جمال المكان، لكن مع الأخذ الحيطة والحذر لسلامتهم، لأنه مكان زي ما تشوف خطير. مارشال يحتفظ ب1054 بين مقطعا وصورة أبرزت طبيعة نيوم خلال فصول السنة. من هنا من حافة جدار الموت، حيث تصل درجة الحرارة ل 33 درجة مئوية، مما يجعل هذا المكان مناسبا للعاشقين وهواة المغامرة. لقناة روتانا خليجية، فهد الحمود، نيوم. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. أجمل التحايا مني أنا رؤى ريان وفريق برنامج سيدتي. نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.